مشاهدينا، نشاهد الآن البوابة الرئيسية لمجمع السلمانية الطبي، ونشاهد أيضا جرت أيضا مشاهدينا عملية إزالة للخيام الموجودة في مواقف السيارات. هذه المواقف التي وضعت لاستقبال المراجعين لاستقبال المرضى استغلت بشكل خاطئ، نصبت فيها الخيام، تم إزالة جميع الخيام، تمت السيطرة على الموضوع، تم تأمين جميع الرهائن اللي كانوا موجودين في مجمع السلمانية الطبي. نرى المواقف، مواقف السيارات في مجمع السلماني الطبي، هذه صور جوية تنقل لنا ما يجري هناك. تم تأمين سلامة الجميع، الأمن يعود، الأمن يعود الآن إلى مجمع السلماني الطبي. الناس كانت خايفة، الناس كانت مرتوعة. 17 خيمة تقريبا تم إزالتها، مختلفة الأحجام، نشوف أحجام مختلفة مشاهدينا، شوفون الصور تتكلم عن نفسها، الأخيام بمختلف الأحجام تم إزالتها وتم تأمين حياة الرهائن اللي كانوا موجودين في مجمع السلماني الطبي. أيضا هذه الأخيام ما يفوتنا مشاهدينا، نقول لكم أنها كانت تقام فيها الندوات والخطابات التحريضية، وتصوير الأفلام الوهمية التي تنقل إلى القنوات الفضائية التي تمارس الكذب للأسف في نقل الحقيقة. هذه صور جوية لمجمع السلماني الطبي، مثل ما ذكرنا تمت السيطرة بحمد الله من قبل قوات الأمن على مجمع السلماني الطبي، تم تأمين سلامة الجميع، تمت إزالة الأخيام، الخيام اللي استغلت بشكل خاطئ، مواقف سيارات للمرضى تنصب فيها الخيام يعني وتستغل لخطابات سياسية تحريضية. نطالع الخيام عند بوابة الطوارئ في مجمع السلماني الطبي، مختلف أنواع الخيام، مختلف الأحجام. البوابة الرئيسية لمجمع السلماني الطبي، تأمين البوابة الرئيسية. نود نشير مشاهدينا البوابة، بوابة مجمع السلماني الطبي كانت مغفلة بطريقة يعني لا تنقل معنى كلمة السلمية ولا تمت للسلمية بأي صلة، كانت مقفلة بطريقة يعني تتجاوز الأعراف المهنية والإنسانية أيضا. هذه الصور إقفال البوابة الرئيسية، وجود سيارتين إسعاف وناقلة للسيارة أيضا، لمنع القوات، لمنع قوات الأمن للسيطرة، لمنع قوات الأمن من تأمين حياة الآمنين اللي داخل. هاي صور من أعلى. نعيد نذكر مشاهدينا، هذه الصور ننقلها لكم من مجمع السلمانية الطبي، والآن جرى تأمين مجمع السلمانية الطبي وإزالة الخيام ومنع جميع أنواع التظاهر في مجمع السلمانية الطبي، وخصوصا المواقف، مواقف السيارات استغلت للأسف بشكل خاطئ، وكانت عملية تصوير تجرى لأفلام مفبركة تنقل لوسائل الإعلام لتشويه الصورة.